طب خلينا معانا برضو على التليفون برضو مصطفى البرلوسي، المصور المصري اللي صور اللحظات الأخيرة لسكارفيس الأسد. خلينا نرحب بيه. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء الخير، أهلا وسهلا. ومعانا صديقك كمان يعني عبد الرحمن، فحسنين يعني عايز أعرف، أنتوا كنتوا موجودين في وقت واحد أصلا وقت التصوير؟ وقت اللحظات الأخيرة يعني أنا كنت موجود لوحدي، يا عبد الرحمن مش موجود في كينيا حاليا. طب أنا عرفت أستاذ مصطفى إن أنت قعدت ساعات طويلة جدا وخدت كل اللحظات، يعني أنت إزاي عرفت إن هو خلاص بيموت أو بيحتضر؟ يعني إيه السبب؟ إحنا كنا بقالنا فترة مفيش يعني أخباره، انقطعت لفترة، وبعدين قبل ما يموت بيوم جالنا أخبار إن هو متجه لنفس المكان اللي اتولد فيه، نفس المنطقة اللي اتولد فيها. فتاني يوم الصبح رحنا المنطقة دي نحاول نشوفه، كان بقالنا فترة محدش قادر يشوفه، مش عارفين إيه الظروف بتاعته يعني. لحد ما جالنا الصور الأخبار معانا ديت أستاذ مصطفى. فرحنا. اتفضل. اتفضل استاذ مصطفى. بس فاحنا طبعا احنا رايحين نشوفه، مش رايحين على اساس ان هو هيموت يعني. يعني انت كنت احنا رايح على كنا انك رايحين تصوره نشوفه عادي. يعني. احنا عارفين ان هو حالته الصحيه صعبه وجسمه كان هزيل جدا، فاحنا كنا احتمال كبير كانت دي تكون المره الاخيره اللي نشوفه فيها، بس ما كناش متوقعين ان الوفاه تحصل في نفس الساعات دي يعني. احنا شايفين الصور كده فعلا وكانه كهل مريض. كان عنده أمراض إيه؟ يعني كانوا الأطباء اللي بيعالجوه أو بيشوفوه كانوا بيقولوا عنده إيه؟ لا، هو طبعا بالاضافه للاصابات الواضحه، الاصابه اللي في عينه والاصابه اللي في رجله، فهو كان عجوز جدا يعني، كان يعتبر من اكبر الاسود عمرا يعني. طب إيه اللي فالموضوع المره دي كان خارج التدخل الطبي. فضلت كام ساعة حضرتك تصوره؟ تقريبا 5 ساعات. 5 ساعات وانت حاسس انه لا، خليني ربما تكون اللحظات الأخيرة، يعني هل ده اللي كان بيدور جواك؟ احنا فعلا فضلنا واقفين لحد ما إدارة المحمية نفسها طلبت مننا ان احنا نسيب المكان. لأن إدارة المحمية أيقنت يعني ان دي خلاص الوفاة بتاعت سكارفيس. بالظبط بالظبط. كم حد طلب منك الصور دي بقى من الأماكن العالمية؟ يعني لأن أعتقد عملت جدل كبير على كل وسائل الإعلام، والناس اهتمت بيها قوي. هي فعلا هي الناس اهتمت بيها على غير المتوقع بصراحة يعني. أنا كنت متوقع إن اللي هيهتم بالموضوع الناس المهتمة بالحياة البرية بس، أو المهتمة بالأسود. لكن الموضوع يعني أصبح ترند فجأة، ويمكن السبب الرئيسي في كده هو القصص الغير حقيقية اللي طلعت على سكارفيس أول ما خبر وفاته ظهر. أنا شايفة إن أنت في التصوير كمان فالموضوع عامل، كان فيه نوع من الجدل شوية. أنا شايفة كمان أستاذ مصطفى في التصوير أنت كمان كنت وكأنك بتتابع حالته، يعني بتسلم عليه في الآخر، عامل زوم على منطقة البطن عنده على إيده، يعني كنت بتصور كل اللحظات يعني. أيوه طبعًا، هو يعني سكارفيس بالنسبة لنا حد مهم يعني، بالنسبة لنا في حياتنا، فده شخصية مهمة في حياتنا يعني، مش طب مجرد إن هو أسد في المحمية يعني. انت كنت فين يعني في اللحظات دي والكاميرا قريبه؟ كنت بتصور وانت فين؟ في عربيه؟ نزلت من العربيه؟ ما هو خلاص ما كنت في بقاش العربية. أيوه في العربيه. هو كان بيحتضر ما لكن ما نزلتش بلا العربيه، يعني ده كان برضو انه احتمال يقوم، ولا تخوفا من الحياه البريه اي حد تاني يجي، ولا ايه الموقف؟ لا، هو في الحالتين سواء هيقوم فده خطر جدا يعني، هو لو في حالته السليمه فاكيد هيقوم، فده خطر جدا، وكمان مع ظروفه الصحيه فممكن هو يخاف، فده برضه خطر يعني، ممكن يخاف وهو ما كانش قادر يتحرك، فكان هيبقى الموضوع مزعج. بس احنا ديت القواعد العامه عامه في السفاري القواعد هنا العامه انك ان تفضل في ممنوع مكانك. النزول من العربيات. ففضلت بالظبط في العربيه. بالظبط. لحظه الوفاه بقى، اما ايقنت ان انت خلاص توفى الأسد سكارفيس خلاص، يعني ما يعني أكيد بقى في دقايق بقى خلاص كان ما في فيش حالة حركة. حزن مش طبيعية يعني. كان في حالة حزن مش طبيعية يعني، بدون مبالغة كل الناس اللي كانت موجودة يعني باكت بكاء شديد يعني. روح
روح من عند ربها يعني. انا كمان قريت ان انتوا كنتوا بتحاولوا تحموه انه ما يجيش ضباع في الوقت ده، ما حدش يجي بقى يعني ايه يعني ياخد فرصة انه ضعيف او ان ينهش فيه او بالظبط. ده كان الهدف الاساسي من ان احنا كنا يعني فضلنا جنبه فتره طويله، كنا منتظرين ان عربيه تيجي من اداره المحميه عشان تقف جنبه فاحنا نمشي. فيعني الوقت صادف ان الوقت اللي جت فيه العربيه كان ديت كان هو خلاص يعني. كان هو خلاص يعني. طب سمعنا انه هل هيعملوا هيحصل يكون في تمثال ليه في المحميه؟ لا تمثال ليه لا، هو يعني هم تكريما ليه يعني فدفنوا الجثه بتاعته، ده تقليد غير معتاد هنا في الحيوانات. انه ما حدش بيدفن لكن لا هنا في الطبيعي ما فيش حاجه بتندفن. بيسيبوها بقى لكن وبعدين هو تكريما ممكن دفنوه علشان ما حدش يعني ينهش فيه يعني. بالظبط، لكن مفيش اي يعني مفيش اي اخبار عن اي حاجه زي مثلا حاجه تذكاريه او حاجه دي او كده، لا مفيش اي اخبار عن الموضوع. اكيد. طيب خلي حضرتك معانا برضو واحنا نرجع تاني لاستاذ عبد الرحمن، يعني وجودكم انتم الاثنين، انتم كنتوا بتشتغلوا كفريق عمل مع بعض ولا بتسلموا بعض؟ يعني انتوا الاثنين مصريين، دي مصادفه ولا يعني؟ لا هو احنا اصلا احنا اصدقاء من قبل كده، من قبل ما نروح كينيا انا ومصطفى ومعانا اصدقاء تانيين برضو مصريين مصورين، كنا متعودين ان احنا نسافر في افريقيا كتير يعني. وكلكم متخصصين حياه بريه؟ تقريبا تقريبا يعني، هو الشغف الرئيسي بتاعنا كلنا مع بعض اللي جمعنا اصلا وخلينا نعرف بعض هي الحياه البريه. فعن طريق ان احنا بدانا نسافر افريقيا كتير وكده، وغالبا بنسافر المحميات بس. فاتجمعنا جت فرصه ان نروح كينيا، مصطفى بدا هناك في 2017 انا انضميت ليه في 2018 ومعانا اصدقاء تانيين هاشم ومجدي. فقاعدين هناك يعني، مش بيزنس الحاجه الرئيسيه، مش بيزنس الحاجه الرئيسيه، احنا بنعمل حاجه احنا بنحبها. حاجه انتوا بتحبوها. المحميه دي متخصصه اسود ولا لا؟ كل فيها حاجة. ايه؟ كل حاجه. كل حاجه. كل حاجه، البيج فايف اللي هم الخمس انواع المشهوره، والافيال وكل حاجه، والغزلان وكل شيء، كل الحيوانات الافريقيه المشهوره. الفيديو اللي على الشاشه ده انتوا مصورينه؟ ده انا مصوره للاسد. ده سكارفيس، ده كان في ديسمبر اللي فات. يعني من يعني تقريبا يعني خمسة شهور. خمسة شهور. كان بالزبط. كويس، كان كويس وكان شبعان وكان تمام، بس طبعا الخلع برضو باين، الخلع في حركته لسه باينه. كان باين بس كان لسه صحته احسن، كان لسه يعني. بطنه مليانه واكل وكويس. طيب نرجع برضو علشان بس ما يبقاش استاذ مصطفى معانا على التليفون، يعني هل انت حسيت كده انه بقى في ما بينك وما بين يعني سكارفيس برضو يعني تاثرت؟ يعني طبيعي جدا انت مش بتصور بس بك الحالة الإنسانية يعني. طبعا. حبيت تنزل مثلا من العربية ولا كان ممنوع برضو بعد وفاته؟ طبعا يعني كان ممنوع، طبعا ممنوع، هم يعني في وقتها على طول طلبوا من كل العربيات انها تتحرك على طول. طيب هل ايوه طبعا، لا الموضوع كان حزين جدا يعني. طبعا طبعا، في النهايه هي روح، انت بتصور برضو احتضار روح يعني. في الاخر المحميه بدات بقى تدور على نجم جديد، لانه سكارفيس كان نجم يعني كبير بالنسبه لهم وقصص، ويعني سكارفيس راح سكارفيس جه، دلوقتي في نجم تاني بدا يظهر ياخد من نجوميه زي نجوميه سكارفيس؟ لا لسه لسه، لا لسه 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 بدي شويه على الموضوع. انا بشكرك جدا. اسطورته في مين يعني؟ مش في وين. اسطوره فعلا كبيره. بشكرك جدا استاذ مصطفى، بجد مصور مصري مشرف وحاجه انسانيه وحاجه لطيفه جدا. بشكرك جدا، ودايما كل حاجه حلوه فيها اسم مصري. انا بشكرك جدا استاذ مصطفى.